السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এবারে আপনাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করবেন কসবিয়া উলুল হুদা আল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হিজব বিভাগের ছাত্র ভাই মোহাম্মদ পাইহার। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.